نشرة الظهر للأخبار من القناة الوطنية الأولى، أهلا بكم مشاهدين، والبداية بالعناوين. الإعلان عن إجراءات جديدة تخص الحجر الصحي الموجه وحالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا ووفود حالة إصابة وحيدة من الخارج. جدل في مجلس النواب حول الحيز الزمني المخصص للحوار حول لائحة الحزب الحر الدستوري، والدبلوماسية البرلمانية يؤخر انطلاقه ويسبب حالة من التوتر. وتجدد المظاهرات اليوم الثامن على التوالي في مدن أمريكية، والجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى بالعاصمة واشنطن. أهلا بكم مشاهدين من جديد. أكدت الوزيرة المعتمدة لرئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى جريبي منذ قليل في ندوة صحفية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة أهمية المكسب الصحي الذي حققته تونس بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا. وأعلنت جريبي انطلاق المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه بداية من يوم غد، وأعلنت كذلك عن فتح التنقل بين الجهات دون ترخيص، كما أعلنت عن فتح قاعات الأفراح واستئناف نشاطها بداية من يوم غد. وبالنسبة للقاعات المغلقة بنسبة 50% من طاقة استيعابها حتى يوم 14 من جوان، أما القاعات المفتوحة 100% مع احترام التدابير الصحية. أما الأنشطة الرياضية بجميع أنواعها فسيتم استئنافها يوم 8 من جوان دون حضور جمهور. الإعلام على أعلنت وزارة الصحة اليوم في بلاغ حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا بتونس أنه تم أمس تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووفود حالة إصابة وحيدة من الخارج، وبذلك يرتفع عدد حالة الوفاة إلى 49 حالة، وذلك إثر تسجيل حالة وفاة جديدة بولاية قفصة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 1087 إصابة مؤكدة بعد تسجيل إصابة جديدة وافدة لدى شخص من أصيلي ولاية المهدية من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مراكز الحجر الصحي الإجبارية. وقد بلغ عدد المتعافين تماماً 965 حالة شفاء، فيما لا تزال 73 حالة إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة. تستعد غدا المساجد والجوامع لفتح أبوابها أمام المصلين بعد القيام بعملية تعقيم وتنظيف لضمان سلامة رواد بيوت الله. وقد أشرف وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم صحبة رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم على زيارة إلى جامع الزيتونة للاطلاع على انتهاء أشغال صيانة المسجد وتغيير السجاد استعدادا لفتحه. وقد أكد وزير الشؤون الدينية خلال زيارته على ضرورة تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية بالمساجد. عادة فتح المساجد راهو مرتبط بوعي المواطن. نحن مش نقوموا باللازم، إطاراتنا المسجدية مشكورين 20500، عندنا سيد الوعاظ وسيدات الوعظات، وعندنا مجتمع مدني من جملتهم الهلال الأحمر والكشافة التونسية اللي نحن اليوم باش يعاونونا إن شاء الله في تنظيم وإنجاح مرحلة العودة هذه. الشروط نتاعنا شروط واقعية وقابلة للتنفيذ. بالنسبه للمصلي يقول لي ما طلبناش حاجه كبيره، راه طلبنا مصلي يخرج من داره بكمامه، طلبناه باش يجي متوضي من داره، طلبناه باش يجيب سجاد تفيده في يدخل الجامع يحقق التباعد. اعاده فرش جامع الزيتونه الكل بحصر جدد، واللي كيما اللي تراو فيهم هذي كما قلت 14 سنه ما تمش رفع الحصر القديمه. احنا بعد ما رفعنا الحصر قمنا بالتنظيف الشامل في كل شيء، مثريات للعرس للقاعة. قررت الوكالة الفنية للنقل البرية تمديد في شهادات صلوحية الفحص الفني التي تنتهي خلال الفترة الممتدة من 22 من مارس إلى 14 من جوان الحالي، وذلك إلى غاية 3 من أوت 2020 بدخول الغاية. واستثنت الوكالة وفق بلاغ صادر عنها اليوم من هذا القرار الجرارات الفلاحية ومجروراتها المستعملة عادة لأنشطة فلاحية أو غيرها. وقد تم التمديد في صلوحية
بقية شهادات الفحص الفني المسلمة إليها إلى غاية 30 من سبتمبر 2020. ويجدر التذكير أنه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه، فإن استئناف خدمات الفحص الفني الدوري يكون بعد الحجز المسبق لموعد عن بعد من قبل صاحب العربة عبر الموقع الرسمي للوكالة www.att.com.tn بأي مركز يختاره، وذلك باستثناء الجرارات الفلاحية ومجروراتها التي تبقى خاضعة للتراتيب الجاري بها العمل. على غرار عديد الدول الأوروبية التي خففت من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ترفع اليوم إيطاليا كافة القيود على السفر داخل البلاد ومن دول أوروبية وإليها في خطوة تهدف إلى إنقاذ الموسم السياحي بالبلاد التي سجلت نحو 230 ألف إصابة بالفيروس و33 ألف حالة وفاة. وفي ألمانيا تستعد السلطات إلى رفع حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدة دول أخرى اعتباراً من 15 من الشهر الجاري، فيما سجلت أمس فرنسا ولأول مرة منذ نحو أسبوعين أكثر من 100 وفاة بسبب الفيروس. ويتزامن هذا الارتفاع في عدد الإصابات مع أول أيام المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي. في مجلس نواب الشعب شهدت الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر، توترا حول الحيز الزمني المخصص للنقاش حول هذا الموضوع، لترفع الجلسة مرتين قبل انطلاق الحوار. استهلت الجلسة العامة صباح اليوم بعد أن افتتحها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بتقديم بعض نقاط النظام من قبل عدد من النواب، وشهد انطلاق الجلسة توترا ونقاشا حول بعض مضامينها خاصة فيما يتعلق بالحيز الزمني المخصص لهذه الجلسة ولتدخل كل نائب. وهنا ما نعرفش علاش مكتب المجلس أو الديوان مناش خايف في تحديد 3 ساعات تدخلات في موضوع سياسي هام. إيسها 14 دقيقة أعتقد لن تكفي لا لتفسير موقف الكتلة من المواضيع الزوز ولما تسمح الناش حتى باش نعبر على رأينا بالوضوح التام. نطلب من السيد الرئيس رئيس الجلسة أن يبقى معنا ويبقى معنا إلى آخر الشوط وإلى آخر نهاية الحوار، أنه لا نفتتح جلسة ثم يغادر، لأنه أنت يا سيد الرئيس أنت المعني بهذه الجلسة بالذات. السيد رئيس الجلسة إذا كان يحب يحضر لأخيرها هذا حقه هو وحر فيه، ولكن ما ثماش اشتراطات في بداية الجلسة، كل واحد عنده شهوة، اللي عنده شهوة يعملها في عشاه. إذا كان سيد رئيس المجلس عمرك ما يسمح لكش وغير قادر أنك باش تخدم، يا أخويا جيبونا إنسان ينجم يدير جلسة، راهي ماهيش سهلة. الكبير سي فيصل مش بالعمر، الكبير بالعقل، الكبير يحب يخدم التوانسة، الكبير ما يقولش تونس. الشعب اليوم يحب يثور على البرلمان ويحب يغير البرلمان، انا باش نكون من اولهم، انا نغير. اسكت كلمتك انت. واضح اذا كان باش يقع التمديد في التوقيت هات القرار نتاع التمديد في التوقيت وخلينا نبداو. اما الناس اللي تدعو الى رفع الجلسه نعرفوها رفع الجلسه ترجعوا ماضي ساعه، معناها سي الصباح نحيتوه تقعد العشيه وباش توليوا تخسروا الوقت ما بين الناس الكل، وهذه سياسه ممنهجه باش تولي الجلسه نتاع المسائله تتعدى بعد نص الليل. جدل دفع رئيس مجلس نواب الشعب الى رفع الجلسه ودعوه رؤساء الكتل إلى الاجتماع ليعود بعد ذلك إلى مواصلة الجلسة وأعلن قبول مقترح التصويت على زيادة ساعة لكل موضوع مدرج في جدول أعمال هذه الجلسة العامة. سنعرض على التصويت، استجبنا لطلب واسع في القاعة بالتمديد، سنقترح على التصويت التمديد بساعة ساعة لكل منهما، لكل من الموضوعين، كل موضوعين نمدد النقاش فيه مدة ساعة ونعرض هذا على التصويت. وقد وجه مقترح إضافة ساعة واحدة لكل موضوع جدلا أيضا، حيث اقترحت بعض الكتل إضافة ساعتين عوض ساعة واحدة لكل موضوع لترفع الجلسة مجددا في انتظار استكمالها والتصويت على أحد المقترحين.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لم يدعو إلى الاعتصام ولم يشارك في أي تظاهرة ولم تصدر عن سلطات قراره حاليا أي دعوة في الغرض، معبرا عن قلقه من احتدام التوترات في تونس على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية، وذلك في بيان أصدره أمس عقب انعقاد مكتبه التنفيذي. وطالب الاتحاد الحكومة بالتراجع عن عدد من المراسيم والأوامر والمناشير التي أصدرتها والتي تستهدف حقوق الموظفين والأعوان العموميين ومكاسبهم وحتى حق أبناء الشعب في الشغل، وبفضل كل الملفات القطاعية الخاصة، معربا عن رفضه توجه الحكومة إلى تحميل الأجراء تبعات السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة. وعبرت المنظمة الدفاع عن تمسكها بحق التونسيين في التعبير والنقد والتظاهر والاحتجاج السلمي، وعن إدانته حملات الشيطنة والتخوين التي تطال المدونين والإعلاميين والحراك الاجتماعي واحتجاجات المعطلين عن العمل، وأنهم واتهم من ناحية أخرى من وصفهم بالأحزاب المتطرفة بالسعي إلى احتكار الحياة السياسية والتمكين في مفاصل الدولة، مستنكرا محاولة أطراف خارجية في النزاع الليبي جرى أحزاب سياسية تونسية إلى الاصطفاف وراء أحلاف خارجية في الحرب الدائرة بليبيا، حاثا رئيس الجمهورية دون سواه للتعبير عن الموقف التونسي المستقل وفق ما نص عليه البيان. وجددت المنظمة العمالية إدانتها للتحريض الذي تمارسه كتلة برلمانية بعينها، مؤكدة أن رفضه ما تشيعه هذه الكتلة لما وصفته بالإرهاب الفكري وخطاب التجيش والشحن. دوليا، أطلقت الشرطة الفرنسية صباح اليوم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين الذين جاءوا لإحياء ذكرى وفاة رجل فرنسي من أصول إفريقية عام 2016 على أيدي الشرطة والمطالبة بمحاسبة قتلته، حركة احتجاجية شبهها البعض بوفاة الأمريكي جورج فلويد. وتحدى المتظاهرون حظرا فرضته الشرطة خشية الإخلال بالنظام وانتشار فيروس كورونا المستجد. المظاهرة تخللتها مواجهات وتراشق الحجارة وإشعال بعض المحتجين النار، مظاهرة جذبت انتباه من يدعمون حركة حياة السود مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك من يساندون الاحتجاجات التي تنظم في الولايات المتحدة الأمريكية. تجددت المظاهرات لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن أمريكية والتي انطلقت شرارتها بسبب مقتل أمريكي من أصول إفريقية على إثر توقيفه من طرف الشرطة. في الأثناء وضعت الإدارة الأمريكية الجيش في حالة تأهب قصوى في واشنطن. بعد أكثر من أسبوع على مقتل الرجل الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية أثناء اعتقاله، ليلة ثامنة أخرى ساخنة تدخل على الخط، يتظاهر خلالها عشرة الآلاف في شوارع مدن أمريكية في احتجاجات ومسيرات حاشدة وصفت بالتاريخية، خرجت في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وكذلك في العاصمة واشنطن في تحد لمناشدات رؤساء البلديات ولحظر التجول الصارم ولإجراءات أخرى تهدف إلى وقف الاحتجاجات. وعلى إثر هذه التحركات الاحتجاجية قالت السلطات الأمريكية إن أربعة من أفراد الشرطة تعرضوا لإطلاق النار في سان لويس وأصيب شرطي بجراح خطيرة في لاس فيغاس، كما قالت الشرطة إن ضباطا أصيبوا في اشتباكات في أماكن أخرى من بينهم ضابط في حالة حرجة بعد أن صدمته سيارة. ووسط هذه الأحداث المتصاعدة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا وتسببت في أضرار تقدر بنحو مليار دولار، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى العاصمة واشنطن، وذلك بعد احتجاجات عنيفة في المدينة أثناء الليل على مدى أيام. وأفاد المتحدث باسم البنتاغون في بيان بأن القوات في حالة تأهب قصوى لكنها لا تشارك في الدعم الدفاعي لعمليات السلطة المدنية. كما قال رئيس الحرس الوطني الأمريكي أمس الثلاثاء إن 18,000 فردا من الحرس يساعدون قوات إنفاذ القانون في 29 ولاية أمريكية. وفي ظل التجاذبات التي تعمها الولايات المتحدة بدأت الأحداث في أخذ منحا آخر بعد أن انتقد أساقفة ترامب لاستخدامه الكنيسة عندما قالوا إنها لغاية حزبية. وسياسيا أيضا دخلت الحملات الانتخابية للاقتراع الرئاسي على خط الأزمة مع إصدار تصريحات من المرشحين، فقد اتهم جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ترامب بأنه حول البلاد إلى ساحة معركة تملأها أحقاد قديمة ومخاوف جديدة. في الأثناء
صرح الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بأنه حان الوقت لأن تنظر أمريكا مالياً في الإخفاقات المأساوية. وفي سياق ردود الفعل المتواصلة، خرج البابا فرانسيس عن صمته اليوم حيال الاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة، قائلا إنه لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عن العنصرية والإقصاء، وندد بالعنف بوصفه تدميرا ذاتيا وهزيمة ذاتية، واصفا مقتل جورج فلويد بأنه مأساوي. جمعت الأمم المتحدة أمس 1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لليمن في مؤتمر المانحين نظمته السعودية عبر تقنية الفيديو. هذه المساعدات لا تتجاوز نصف التمويل المطلوب والمقدر ب 2.41 مليار. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد حذر من أن غياب التمويل المطلوب سيؤدي إلى وقف أكثر من 30 برنامجا أساسيا من أصل 41 للأمم المتحدة في اليمن في الأسابيع القليلة إلى القادمة. ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدين إليكم تذكيرا بعناوين النشرة: الإعلان عن إجراءات جديدة تخص الحجر الصحي الموجه، وحالات وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وفود حالة إصابة وحيدة من الخارج. جدل في مجلس النواب حول الحيز الزمني المخصص للحوار حول لائحة الحزب الحر الدستوري، والدبلوماسية البرلمانية يؤخر انطلاقه ويسبب حالة من التوتر. تجدد المظاهرات اليوم الثامن على التوالي في مدن أمريكية، والجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى بالعاصمة واشنطن. ونشير في الختام إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.